انا اسمي وائل الكيلاني. النهارده هقول لكم الجدول. يوم مش لطيف خالص، يوم صعب. محتاجين تركيز جامد لانه محاضرتين ورا بعض، والسيشن اللي انا مسؤول عنه المفروض سيشن طويل ومحتاج تركيز شويه، فخلينا نمشي واحده واحده. المفروض النهارده هنتكلم على البالون كاثترز بانواعهم، والستنتس بانواعهم، والمانجمنت اوف اكيوت مايوكاردال انفاركشن اكوردنج تو جايدلاينز. طيب خلونا كده نمشي واحده واحده. بسم الله. البالون كاثترز، واي ار وي ستيل توكينج اباوت بالونز؟ يعني ليه في العصر اللي احنا فيه ده رغم التكنولوجي الرهيب اللي بقى موجود لسه بنتكلم على البالونز؟ لاسباب كتيره، منها البلاك بريبريشن. يعني انت بعض الايكويبمنت زي الدعامات وغيره ساعات ما تقدرش تعدي من الليجن، فانت محتاج تو بريبير ذا ليجن الاول. كالسيفيك ليجنز مثلا لازم تو بريبير فيرست بدايليتيشن قبل ما تعمل ستنت. الحاجه الثانيه الستنت امبلانتيشن، بيفيدني البالونه انه البالون ماركر دي هيلب توورد ذا تشويس اوف ذا ستنت لينث. ساعات بتبقى انت اساسنج الليجنز في بعض الفيديوهات بتخلي الليجن فور شورتد، فانت بعينك تقول ده ياخد 20 وبعدين تيجي تحط ال 20 تلاقيها قصيره. فانت لما عندك ستنت بتبقى، لما عندك بالونه بتبقى يعني حاكم امورك شويه وعندك فكره الليجن ده لينث او ويث بيبقى قد ايه. طيب الحاجه الثانيه الفيسل دايمتر، نفس الحكايه برضو. انت جيهم معلش عشان هم اتكلموا على موضوع التصوير والتسجيل والكلام ده، فكل ده ممنوع لان هو ابتن ناو لسه هم لسه مش عارفين هينزلوا ده على اليوتيوب ولا لا، فمعلش يا مسافر. الفيسل دايمتر. الحاجه الثالثه البريسايز ستنت بليسمنت، لانه كمان شويه هنتكلم على انه في ساعات يبقى في تايت ليجنز لما تيجي تحط الستنت ما يبقاش عندك ديستال فلو، فانت تبقى عارف انت واقف فين بروكسيمال لكن ما تبقاش عارف انت واقف فين ديستال في الوقت ده، لانه الليجن فيري تايت لدرجه ان الستنت لما دخلت قفلته. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ لازم تعمل الاول بي سي اي عشان تسيب ديستال فلو يجري من حوالين الستنت جوه الليجن، بحيث انك تبقى شايف بروكسيمال انت فين وديستال انت فين. والحاجه الثالثه الاوبتيمال ابوزيشن. الاوبتيمال ابوزيشن ده اتكلموا عنه اكتر او ابتدت تيجي سيرته اكتر من بعد ما الدراج ايجنت سنس ابتدت تطلع. انا من الجينيريشن اللي حضر الاول بير ميتال وحضر نزول الدراج ايجنت سنس، ما كانش حد بيتكلم خالص على الاوبتمايزيشن بتاع الستنت ده. حط ستنت طلعت بريزيدوال ليجن 20%، يعني انت داخل ب 90% خرجت ب 20%، انت زي الفل الحمد لله على السلامه يا حاج، وخلصت على كده. انما فكره ان الستنت تبقى اوبوزد للوول دي ما ظهرتش الا بعد ما اتكلموا على الدراج ايلوتنج سنس، وهنتكلم ليه دلوقتي. على اي حال ان لسه في سبيس للبلالين ان احنا نتكلم عنها. ماشي في شويه كلام هو بتاع ده يفضل يزن كده طول النهار ولا ايه؟ طيب في شويه مقاسات لازم نبقى عارفينها. لازم نبقى عارفين القسطره طولها قد ايه؟ اللي هي البالون كاثتر يعني طولها قد ايه؟ واليوزابل لينث بتاعها قد ايه؟ البالونه نفسها طولها قد ايه ودايمتر قد ايه، البريشر اللي بتنفخ عليه البالونه، الفرنش اللي هتخش عليه الـ البالونه. احنا عارفين ان كل فرنش بتلت ملي، يعني 6 فرنش 2 ملي، يعني الثلاثه فرنش 1 ملي. يبقى انا لما اعرف اقول لحضرتك ان دي جايدنج كاثيتر مثلا 6 فرنش تبقى هي 2 ملي. ليه؟ لان الفرنش بتلت ملي. وبعد كده في حاجات بتتقاس بالانش زي الجايد واير، زي الجايد كاثيتر اليومن والتيب بروفايل بتاع البالونه. التيب بروفايل هي اهم حته. ليه؟ لانها اول حته بتخش في الليجن، وده شركات كتير تلعب عليه. يقول لك البالونه كلها دايمتر مثلا 0.2 انما التيب 0.1 عشان تسهل لك البنتريشن. اصل احنا حطينا لك هيدروفيلك ماتيريال على التيب ليه؟ عشان تسهل لك البنتريشن. الكلام ده النهارده البلالين كلها عموما الكلام فيها نظري، لان كل الشركات بقت بتعمل التكنولوجي الحديث اللي يخليك تزق البالونه تخش من غير ما نقعد نخش في تفاصيل. انما يعني فور اكاديميك بيرسز لازم تعرفوها. والحاجه الثانيه عشان ما حدش يتنطط عليك يقول لك هو التيب بروفايل بتاع دي كام، تبقى ايه التيب بروفايل ده؟ تبقى انت عارف تقول له ده 0.01. يعني اقصد فور ساينتفك ديسكشنز اكتر منها فور براكتس. انت كمان شويه من الشغل هتتحط في موقف واثنين وثلاثه هتلاقي البالونه دي هي اللي بتعدي.
والثانيه الوحشه دي فتحتها مرتين وما عدتش. وبعدين جبت الواحد ونص من البالونه الفلانيه رغم ان الواحد وربع ما عدتش، يبقى مين احسن؟ فاهمين قصدي ايه؟ كمان شويه بالبراكتس هتعرف مين الحلوه اللي هتجيبها من على الرف لما تبقى مزنوق. قليل لما تتزنق ببالونه، يعني قليل لما تتزنق ان بالونه مش عايزه تعدي، كتير لما تتزنق بستاند اب، انما قليل لما تتزنق ببالونه. ليه؟ لان التكنولوجي النهارده، زمان وانا برضو كنا من الجينيريشن ده، العربيه اللي كان فيها تكييف دي كان واسع، اللي عنده عربيه فيها تكييف دي ده ابن الباشا، ده بيركب عربيه بيقفل الازاز وفي تكييف جوه. انما النهارده ده بقى ستاندرد. يعني اغلب الظن ان السايس اللي بيركنك في الاخر بيركب عربيه قريبه في التكنولوجي من اللي انت راكبه. فاهمين قصدي؟ طيب خلينا بقى نكمل. الدايف فلو كل ده كلام نظري برضو، المفروض الممرضه اللي بتعمله انها بتحط 50% داي و50% يعني نص الكميه اللي محطوطه اللي بتعدي في البالونه لازم يبقى نصها داي ونصها سلاين. طب وهي لو حطت داي اكتر يحصل ايه؟ تلاقي بقى ياثر على اللي بعدها اللي هو الانفليشن ديفليشن ريت. يعني ايه؟ اجي انفخ بالونه مثلا، انا بشتغل في ليفت مين، عايز انفخ بسرعه وافضي بسرعه، البنت مش مركزه، صاحيه الصبح لسه ما نام عم صراحه، حاطه لك البتاع 7 ل 3 نفخت فتح الارض زي الفل، العين جاله وجع، ثواني يا حاج فضي يا ابني البالونه، انا فضيت حضرتك. ايه بقى اللي حصل؟ ديفليشن ريت ضعيف. حصل لنا مره موقف كده لطيف في التوسيع الصمام المترالي في بالونه اسمها الانوي. الانوي دي بتخش تلبس في الصمام، كارديك اوتبوت وقتها بيبقى صفر. فجت بالونه لاجل الحظ جت بايظه. كويس؟ فنفخنا. الصمام وسع. مفيش. عينة جالها بقى شو الشق فور اوايل يعني. وجالها كونفرجن. ولو كانت البالونه دي ما فضيتش كانت العينه ماتت. احنا بنتكلم في حاجات اهو، شوف حاجه خايبه خالص. ده الممرضه بس غلطت غلطه صغيره، بدل ما تحط 5 ل 5 حطت 7 ل 3. معلش في عينه طارت من الغلطه دي. وزي ما قلنا قبل كده احنا شغلانتنا الغلطه مش بعيان بيجي له واو. الغلطه فوره. يعني ايه؟ كل غلطه بتغلطها في عين بيموت. وما بقى الكونسيكونسز بتاعت ده؟ اسره بقى عيال ام بتترمل وعيال بتتشرد، حاجه نيله يعني. عشان كده فكر مليون مره قبل ما تعمل البروسيجر، عشان كده فكر مليون مره الريسك اللي انت بتشيله على العيان شكله عامل ازاي. لانه الاتيتيود اللي ماشي دلوقتي اعمل يا جدع، يلا زق دي، يلا اعمل وسع دي. ومحدش واخد باله قوي انه في بني ادم لو مات ممكن الناس تزعل شويه يعني. طيب خلونا نكمل. في حاجات لو بريشر دايليتيشن وهاي بريشر دايليتيشن هيجي بالتفصيل عشان ما نضيعش الوقت، عشان احنا عندنا حاجات كتير نقولها. في نوعين من البلالين. في حاجه اسمها ار اكس اللي هو يعني رابيد اكسشينج. يعني ايه رابيد اكسشينج؟ زمان كانت البلالين كلها اوفر ذا واير. يعني ايه اوفر ذا واير؟ يعني البالونه فيها كافيتي من اولها. التصوير الممنوع يا دكتور، يا دكتور ارجوك يا جماعه مش لازم نقول نفس الكلام لو سمحت. البالونه من اولها لاخرها فيها سبيس للواير. يعني الواير بيخش من الاول يطلع منين؟ من بره العيان. وبعدين لقوا دي في الاستخدام صعبه جدا، فعملوا حاجه اسمها ايه؟ اسمها رابيد اكسشينج. يعني ايه رابيد اكسشينج؟ يعني البالونه راكبه على الواير اول 4 سم بس منها. طب وبقيه اللينث؟ لا دي فري، يبقى الواير ماشي جنب البالونه. بصوا الفرق هنا ما بين الاثنين دول، مش عارف اعرف اشوف كده اهو. في حاجه هنا بقى؟ يا سلام اهو. ادي الواير اهو، شايفينه؟ الواير هنا خارج منين؟ بصوا. طبعا هو مش رسم لك البالونه كلها. الواير خارج منين؟ يبقى الواير بيمشي في جراب على جنب البالونه، ويخلص الجراب ده بعد 4 5 سم حسب نوع البالونه، ويروح ماشي جنب البالونه في الاخر. فانت في الحقيقه لما بتيجي بتعمل اكسشينج، بتعمل اكسشينج منين؟ بتسحب البالونه على الواير كله، وتيجي وانت خارج بتعمل اكسشينج ل 4 سم دول. طب تعالى بص هنا ايه اللي بيحصل. اوفر ذا واير بالون، الواير اهو خارج منين؟ يبقى انت لما بتيجي تعمل اكسشينج بتعمل اكسشينج ال 160 سم اللي هو طول البالونه. كتير قوي ده وغلبة. ويا سلام لو المساعد بتاعك لسه جديد، صباح الفل بقى، هيقعد يعمل كده تلاقي الواير طلع. بعد ما دخلت الواير ودخلت النفخ تيجي تطلع كل مره تقعد تخش تغلبه سوداء.
ما حضرناش احنا الايرا دي. يعني احنا جينا لقينا الاوفر ذا وايت، جينا الاوفر ذا وايت بالونز دي بتستخدم في استخدامات معينه، هي لها استخدامات كويسه في الدراج انفيوجنز، في تديك سبورت اكتر طبعا، لان انت بتبقى على طول الواير وبتزق بقوه الواير كلها غير لما بتبقى ب 4 سم بس. يعني دي نقطه تكنيكال مش قضيه قوي دلوقتي. ملخص القول ان انا عندي نوعين، عندي اوفر ذا واير بالون دي خلاص اندثرت الا في استخدامات معينه، وعندي رابيد اكسشينج اللي هو بيسميه مونوريل. المونوريل ده هو اكتر حاجات بتستخدم. طيب كلمتين سريع سرعه كده عن الاثيروسكليروزس. هنلاقي ان احنا النورمال فيسل عباره عن انتيمال ميديا ادفنتيشن زي ما احنا عارفين، والاثيروسكليروز عباره عن سب انتيمال ديبوزيشن اوف فات. طيب السب انتيمال ديبوزيشن اوف فات ده البلاد فيسل بيحاول تو كيب الدايمتر بتاعه من جوه على قد ما بيقدر، فبيعمل ايه؟ بيعمل ستريتش لايه؟ ده حاجه اسمها الاكسترنال الاستيك ميمبرين. لو بالنا ان الصوره الدايره الاولانيه والدايره الثانيه مفيش فرق كبير في الدايمتر رغم ان في بلاك اتكونت، ليه؟ عشان حصل ستريتش الايه؟ يبقى انت بلاك بتتكون بتحاول تضيق والفيسل بيوسع تو كومبنسيت. طيب وبعدين المرحله الثانيه الاكسبانشن بتاع الاكسترنال الاستيك ميمبرين ده ليه ليميت، هيوصل له بعدها ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي كل الديبوزيشن اوف فات يبتدي يافكت اليومن، وفيري ليت في الاثيروسكليروز يبتدي يحصل شرينكج للاكسترنال الاستيك ميمبرين. فعشان كده تلاقي العيانين يفضل ماشي حلو حلو فتره طويله 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 طويله، وبعدين فجاه تلاقيه يشتكي 300 متر بتعب 200 متر بتعب. يا عم انت كنت ماشي حلو بقالك سنين، لان هو استخدم كل الكومبنساتور ميكانيزم بتاعه. طيب وبعدين الشغلانه دي اسمها ريمودلنج، يعني لما يبتدي يحصل ديبوزيشن اوف فات ويبتدي الفيسل يتصرف تصرف لوحده معين كومبنساتوري بنسميها ريمودلنج. الريمودلنج في المرحله بتاعه الاسترتش بتاع الاكسترنال الاستيك ميمبرين اسمه بوزيتيف ريمودلنج، يعني ايجابي، يعني ساعد، يعني حسن. طيب وفي المرحله الثانيه اللي بيحصل فيها شرينكج الاخر اسمه نيجاتيف ريمودلنج، يعني ايه؟ يعني سلبي، يعني وحش، يعني بيأذي. طيب ايه الكلام البايخ اللي انت بتقوله ده؟ يبقى كمان مره بصوا الفيسل، احنا شايفين الليجن فوق اكبر ولا تحت اكبر؟ فوق اكبر، لكن بوزيتيف ريمودلنج خلى الديامتر ستينوزس اقل، العكس تحت. شايفين الليجن تحت اكبر ولا فوق ولا اصغر؟ اصغر، ورغم ذلك الاستينوزس برسنتج اكبر. طيب طب احنا هنشوف الكلام ده كله في واحنا شغالين؟ لا، انجيوجرافي از ليومينوجرافي، ما بنشوفش الفيسل. امال مين اللي باين ده؟ الانترفاسكولار الترا ساوند. موجود ده في مصر كتير، موجود في بعض المراكز. غالي؟ اه غالي. طب احنا نستخدمه؟ ما افتكرش. طب هو روتين في الاستخدام بره؟ لا، فاحنا شغالين بالطريقه البلدي. مصر شغاله بالطريقه البلدي لحد دلوقتي. طيب وبعدين فدلوقتي انا عندي مشكله ان انا لو جيت حطيت بالونه جوه ليجن، جيب بالونه جوه ليجن، الفكره ايه؟ انا بدخل بالونه مهويه وبنفخها، وبعدين بعمل ايه لما منفوخه؟ بعمل حاجتين، بكمبرس التيشوز اللي اتكونت اللي عندها الليجن، والحاجه الثانيه بسترتش اكثر الاكسترنال الاستيك لامين. دي اول مرحله. يعني احنا حضرنا اساتذتنا يحكوا لنا، دكتور احمد بصار، دكتور حسن عز الدين رحمه الله عليه، ان هم كانوا يخشوا ينفخوا العيان وبعدين يستنى يشوف ايه اللي هيحصل. ليه؟ لانه نفخ فالحقنه الاولانيه بتبقى تحفه، حصل استرتش الاكسترنال الاستيك لامينا والتيشوز كومبرست، ادي حقنه، وبعدين يستنى خمس دقائق وبعدين يحن حقنه ثانيه يشوف هو الاكسترنال الاستيك لامينا دي الاسترتش بتاعها لما رد الريكويل بتاعه خد وقت قد ايه؟ ورجع بنسبه قد ايه؟ يمكن يرجع توتال، يمكن يرجع بارشل، ما نعرفش. الشغلانه رخمه دي، تخيلوا ان احنا النهارده بنشتغل بالريب بتاعنا ده وبنشتغل بالطريقه دي، العيان بياخد ساعه، ساعه الترابيزه انفخ، لا استنى، الله ده حصل للسكه، خش تاني انفخ استنى، احنت رايدين انفخ استنى، شغلانه سودا لحد ما جت الاستنتاج. عمل ايه؟ نفخ، عمل كومبريشن، راح داخل حاطط ستنت، الستنت بتكمبرس التيشوز وبتمنتين البوزيشن بس. دي كانت بقى قفزه في الكارديولوجي، من ستارتد من هنا الكارديولوجي ابتدى يطير. قبل كده كان اللي بيخش يعمل بي سي ايه ده العيان الكريتيكال اللي غالبا هو ميت ميت، اللي هو يخش يا يموت يا يموت. طيب فتعالوا نبص سوا كده، انه العيان جاله ليجن فعملنا له بي سي ايه اللي هو الارم اللي تحت، وبعدين شايفين الدايمتر بتاعه وسع ازاي؟ كده شايفين الدايمتر بتاعه
شايفينه ولا مش؟ انا عامل حركه عاليه. انا طبعا ظهري هيقفش كمان نص ساعه بالظبط. ماشي يا جماعه؟ فشايفين الخط اللي تحت الاول عملنا بيت سي ايه، فالبيت سي ايه عمل ايه؟ فتح لك البلاك وبقت بيعمل فيها زي كاتس كده، وهنشوف دلوقتي برده شويه تفاصيل. وبعدين شايفين الدايمتر كبر ازاي؟ في الحقنه اللي بعدها ابتدى يبان لك ايه؟ الاستيك ريكويل. يعني ايه الدايمتر قل ولا زاد؟ زاد قل. وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ كمان نيجاتيف ريموديلنج، يبقى في الاستيك ريكويل وبعدين كمان الاكسترنال الاستيك ممبرين يروح ايه؟ مصغر لك الدايمتر اكتر. وبعدين يا سلام بقى لو العيان كمان يجي له شويه نيو انتمر بروليفريشن، يبقى انت كانك ما عملتش حاجه. طب بص بقى الاستنت الناحيه الثانيه عملت ايه؟ ما عندهاش الا فاكتور واحد بيأثر فيها، هي ايه؟ لانها بتلغي حاجتين، وده الرسمه دي الهدف منها كده. الاستنت بتلغي حاجتين، الالاستيك ريكويل و بتحيدهم. حلو، كلام زي الفل. وبعدين احنا قلنا ان ستنت بلوكس ريكويل اند ريموديلنج، ويتبقى لها المشكله بتاعت النيو انتمال بروليفريشن. وهنشوف دلوقتي ده اتصلح ازاي. جم ناس قالت لك يا جماعه طب انا البالونه دي مش لازم تبقى بس كده بالونه بلين كده ساده، لا تعالى نحط عليها بليز. يعني ايه؟ حرف سكينه ثلاثه او خمسه على البالونه يبقوا مطويين، البليد تبقى مطويه وانت بتعديها عشان ما تعورلكش في البس. انت مثلا ميد ال دي وانت هتخش بالبليدز دي خمسه بليد تشرط الارتر لحد تحت، طبعا لا البليد بيبقى معمول كده معمول بتكنولوجي، بعد شرع لنا من التكنولوجي طبعا احنا مستخدمين الحضاره زي ما احنا فاهمين. معمول بتكنولوجي، يبقى البالونه البليد مطويه وهي داخله، وبعدين لما تخش الليجن تنفخها تروح مفتوحه، تعمل لك كاتس في البلاك. بص الفرق، شايفين الفرق ما بين الكاتنج بالون على اليمين وعلى ريجولر بالون على الشمال؟ الكاتنج بالون بتعمل ايه؟ بتعمل انسيجنز في البلاك، فبتبقى كلين كات ووند. بمعنى انا جيت بعد الشرع عنا جميعا يعني واحد ثبتك، وبعدين بعد ما ثبتك قال لك استنى خد دي عشان تفتكرني. حلو، ده اسمه ايه؟ اسمه كلين كات ووند. يعني ايه؟ لو رحت الجراح يظبطه لك يطلع حلو، صح؟ انما لو راح ماسك دماغك خابطها في الحيطه ده اسمه ايه؟ ده مش كات ووند، ده كراش. هي نفس الفكره، البالونه الريجولر بتعمل ايه؟ بتدي فورس في البلاك وقت ومكان ما بتفتح بتفتح، فبيعمل ايه؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ في اي حته، هنا هنا. انما الثانيه بتديك اماكن معينه تفتح حالك وتديك فيها واي عشان البريشر يبتدي يفتح لك في الحته دي، فيبقى انا عندي كاتس 1 2 3 او 1 2 3 4 5 حسب عدد البليدز اللي على البالونه، بحيث ان انت تبقى سايب اكلين كات ووند. طيب دي حلوه، دي استخدم بيها استخدامات في الاوستيا ليجنز، ما نحبش نحط فيها دعامات. نقوم نفتح بده، لان كلين كات ووند لما بتهيل بفايبروزس بتعمل ايه؟ تعمل ريتراكشن وتفتح الفيسل احسن، احسن من ايه؟ من دي، لانه في الحقيقه البي تي سي اي يساوي ديسكشن، صح؟ مش البي تي سي اي في نيتف فيسل يساوي ايه؟ ديسكشن. تبقى عامل حسابك كل بالونه هتنفخها انت يو ار كوزنج ديسكشن. طيب نفك التافه الموبايل ده، ماشي يا جماعه نكمل. اما الناس قالت لك لا ده تعقيد جامد، ده انا هجيب بالونه ثانيه اسمها سكور فليكس. السكور فليكس دي عباره عن بالونه عادي، وقال عليها زي ما جواها واير في عليها من بره كمان واير، مش بليد واير بس. فقال لي يقول لك علشان يفتح لك سكه في البلاك، يعني زي ما يكون يعلم في البلاك فايه ياخد البريشر. كلها اختراعات ومفيش حاجه لسه بروف. في بالونه ثانيه اسمها كلير واي بالون. ايه البالون دي؟ احنا بنشوف ايه انواع البلالين. الكلير واي بالون دي بيسموها السواتنج بالون. بالونه بتدخلها على مونوريل على واير عادي خالص، وبعدين بتحقن فيها ماده من بره. يعني ايه؟ عيان مثلا اكيوت انفارشن
وانت دخلت في اس رومبس بنت لذينه وعايز تحقن انتجرلين، بدل ما احقن انتجرلين في الجايدنج فيروح منه شويه في السيركمفرت ويروح منه شويه في الدياجونال، لا ده انا هدخل البالون دي لحد الليجن واروح حاقن من بره الماده بتاعتي. الماده دي تروح فين؟ الماده بتاعتها لما تمسكوها عامله زي الفوم كده، فبحقنها بتروح هي الفوم ده متشبع بيها وبعدين يبتدي تسويت بالمنظر اللي احنا شايفينه، تقوم تنقط لك الانتجرلين فين؟ مش في الارتري، جوه الليجن. فيري افكتيف، لسه ما بتستخدمهاش روتينلي. كانت تبع اتريوم ودلوقتي خدوها الجماعه بتوع بوسطن ساينتفك. المهم خلونا نكمل اذر بالونز، مش مشكله معانا الكلام ده، خلونا نعمل البالون بيرفورمانس. هو يعني ايه؟ مطلوب منك شويه معلومات: الدايليتنج فورس، البوشابيليتي، التراكابيليتي، الكروسابيليتي، الكومفورتابيليتي، اي حاجه فيها ابيليتي كده في الاخر، وبعدين والواير موفمنت والانفليشن والديفليشن تايم. هل الحقيقه لازم اعرف المعلومات دي؟ قلت لكم ان انتم بالاستخدام وبتكرار الشغل هتعرف انهي بالونه حلوه، وهنعرف الكلام ده، والكلام ده مهم اكتر في الاستنتاج، فهنقوله بالتفصيل في الاستنتاج مش هنقوله هنا. طيب نيجي بقى على معلومه مهمه جدا اسمها الكومبلاينس. يعني ايه الكومبلاينس؟ الكومبلاينس از ذا ابيليتي اوف ذا بالون ماتيريال تو انكريز ان سايز اور ستريتش از بريشر انكريز. يعني ايه؟ البالونه اللي انت وانت مروح في العباسيه، فهيجي الراجل يقول لك بالونه بيه، بالونه للواد، بالونه للبنت، كويس؟ فتشتري بالونه لابنك الصغير، فتروح يوم الواد يقول لك انفخالي، تروح انت ايه؟ الواد حاول ينفخها الاول معلش، فانت عايز توريني انت ابوه يعني واد جامد، تروح نافخ البالونه، تروح عامل فيها ايه؟ مفرقعها، لان البالونه الكومبلاينس بتاعها عالي، بمعنى اسف قليل، بمعنى ان انا كل ما هنفخ كل ما هيزيد الدايمتر، كل ما هنفخ كل ما هيزيد الدايمتر لحد ما تربش. في نوع بلالين كده زمان كانوا يستخدموا النوع ده، عشان كده تلاقي تشارت على البالونه، لما تنفخ ده على 8 يبقى الدايمتر 2، لما 10 تبقى اسمها ايه؟ كومبلاينس تشارت. خد بالك الارقام دي تيستد وايل ذا بالون از اوتسايد ذا بودي، ركز، الارقام دي تيستد وايل ذا بالون از اوتسايد ذا بودي. طيب حلو قوي، فانت اذا انا عندي نوع من البالونين اسمه كومبلاين بالون، اديها هتزيد، خلصنا؟ ادي واحد. قام قال لك بقى بس دي حاجه رخمه، انا لو زودت الدايمتر بالشكل ده، طب ما يمكن يا اخي ليجن يبقى فيه حته كالسيوم، يمكن ليجن فيري تايت، يبقى انت كده هتنفخ بدايمتر عالي جدا جوه ارتري، هتوصل لدايمتر 3.5 جوه ارتري اصلا 2، ده ممكن يعمل ايه؟ رابشر. طب ورابشر ده بيعمل ايه؟ اساله كده، احنا كلنا في اماكن مختلفه بما فيها الجامعه، خش اسال كده اللي مسؤول عن المخزن، قول لي والله هو انت عندك جرافت ستنت اللي بتغطي الرابشر؟ هقول لك بقى بيه كان في واحده اكسباير. ف ايه ده؟ يعني انا لو حصل لي بيرفوريشن دلوقتي هعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه بيه، هتريفرت الهيبرين وتنفخ بالون وان شاء الله بتعدي تبقى زي الفل. ده شغل حشاشين. مصر كلها شغاله كده عشان تبقوا فاهمين. والحقيقه لما بيحصل بيرفوريشن ايه اللي بيحصل؟ بنكلم الشركه الو يا بقى انا على اكتوبر جاي من المانيا لهو، بس اديني 10 دقايق بقى عني. العام بيموت على الترابيزه. فاهمين؟ فاذا لازم برضه تبقوا عارفين ان كل حاجه، المهم مش عايزين نضايقكم. طيب فده بيعتمد على ايه؟ حته الكومبلاينس دي، على البالونه دي الماتيريال بتاعتها عامله ازاي، والحاجه الثانيه كمان على الانفليشن بريشر اللي انا نفخته، هو اللي هيديني الفاينل دامج. فقام قال لك لا، الحكايه دي حته ان انا اعمل كومبلاينس كده تبقى لينير ريليشن زي الخط الاحمر ده، كل ما زود، انت بص فين؟ بص لي هنا الخط الاحمر هنا، زي الخط الاحمر ده، ان انا كل ما زود البريشر كل ما يزيد الدايمتر ده، ما ينفعش الكلام ده، انا لازم اعدل حاجه في الحكايه دي. قال لك لا، ده انا هعمل لك بقى حاجه اسمها سيمي كومبلاين بالون. يعني ايه سيمي كومبلاين بالون؟ يعني بالونه كل ما انفخ ببريشر اعلى هتزيد في الدايمتر بس الدرجه اقل، ده تغيير في ايه؟ في الماتيريال. وبعدين لما طلعت الدراج ايتوكسنت، وبعدين لما جه ابتدوا الناس قلبهم جامد على الانترفنشن اكتر فيشتغلوا كالسيتيك ليجن، قال لك لا، ده انا عايز استخدم بريشر عالي جدا بس اوعى الدايمتر يزيد لحسن يحصل رابشر. فعملوا حاجه اسمها نان كومبلاين بالون، كاوتشه تنفخ فيها مهما تنفخ تديك بريشر على الادجز بتاعتها من غير ما الدايمتر يزيد. يبقى تاني في كومبلاينت لينير ريليشن، زود بريشر يزيد دايمتر، سيمي كومبلاينت زود ريليشن زود بريشر يزيد دايمتر بدرجه اقل، واقلهم النون كومبلاينت. خلاص اتفقنا؟
طب انا ممكن طب ما انا استخدم النون كومبلاينت دول في كل الحالات غالي. طيب ليه بنستخدم الكومبلاينت نون كومبلاينت؟ حاجه اسمها دوج بونينج. فاكرين زمان في افلام توم وجيري؟ حضرتوا انتوا ده ولا ما عادش على ايام؟ العظمه بتاعت الكلب دي اللي كانت مشهوره اللي دايما ده ياخد جيري ياخدها ويوديها عند توم فالكلب يجي ينفخه وحاجات زي كده. لما انا بنفخ بالونه سيمي كومبلاينت، تخيل الوضع في فيسل فيري تايت او ليجن فيري تايت وكالسيفر، ايه اللي هيحصل في النص؟ اللي هيحصل في النص ان الليجن مش هيوسع. طب وايه اللي هيحصل على الجناب تحت وفوق؟ ان اللي فوق دي ما فيهاش ليجن، فاللي فوق هتتنفخ لو هي كومبلاينت او سيمي كومبلاينت هتتنفخ ايه؟ براحتك. كل ما هزود بريشر. طب وايه اللي هيحصل في النص؟ لسه ما اتنفختش، عملت لك منظر شبه العظمه بتاعت توم وجيري، فعمل فبقى اسمها ايه؟ دوج بونينج. طب ودي حاجه حلوه يعني؟ ده الايدج المنفوخ ده يا سيدي هيعمل لك ديسكشن، ده لو ما عملش رابشر. عشان كده اخترعوا البالونه دي اللي هي نون كومبلاينت، اللي هي حاجه تخش تنفخها هتبقى كلها يونيفورم بنفس الشكل تو افويد دوج بونينج اللي هو بيعمل انجري. نكمل. ولما طلعت الدعامات الدوائيه ابتدوا الناس يتكلموا قوي على حاجه اسمها بوست ستنتنج دايليتيشن. يعني انت جيت اهو على الفيسل، وهنقول برضو الكلام ده بالتفصيل بس يعني اعرفوها مني دلوقتي، ان احنا النون كومبلاينت بالون بستخدمها عشان الاستنت لو دخلت الليجن وسعته لكنها اتس نوت فولي اوبوزد، اكمن الاستنت دي عليها دراج انا عايز اوصله للانتما عشان يمنع البروليفريشن، فلازم الزق دي فين؟ في الوول، والزقها ايه؟ بكمبريشن كويس، مش الزقها يعني اخليها تلمس بس، لا لازم الزقها كويس. طب الزقها كويس ازاي؟ طب لو انا جبت بالونه من كومبلاينت او نون كومبلاينت او سيمي كومبلاينت هيحصل ايه؟ لا مش لازم يحصل دوج بوني، بس لو انا جبت بالونه من سيمي كومبلاينت هتزود لك الدايمتر بزياده، انا مش عايز كده، انا عايز ازود الدايمتر بدرجه بسيطه لكن تو اوبوز الستنت اجينست ذا وول. مظبوط. طيب فدي وظيفه النون كومبلاينت. اذا لما احط الستنت لازم استخدم نون كومبلاينت بالون. طيب نكمل. فالكونكلوجن انه الدايليتيشن بالونز ار ذا سنتر سنتر بيس اوف ذا انترفنشنال ثيرابيز، وتو اتشيف جود ريزلتس بي سي اي تكنيك وذ بالونز از ستيل امبورتنت، كيرفول كونسيدريشن اوف بالون كاركترستكس از اولسو امبورتنت، وابروبريت ديفايس سيلكشن اند يوتيلايزيشن از ا كي تو افويد اور مور ايزلي مانج